مرحبا، أنا هبة وبدي أخبركم عن حماية سلامتكم على الإنترنت. بالأساس انعمل الإنترنت ليكون أهم وأسرع وسيلة للوصول للمعلومات، وانوجدت وسائل التواصل الاجتماعي لتكون مكان آمن للتعبير والتواصل لكل الناس، شو ما كان دينهم ولونهم وانتمائهم وقدراتهم. بس للأسف في أشخاص عرفت تستفيد من هالمنصات لتمارس شكل جديد من العنف، هو العنف الإلكتروني. العنف الإلكتروني هو كل فعل ضار بالآخرين عبر استخدام الوسائل الإلكترونية مثل الكمبيوتر والهاتف. الأرقام تصدم، العنف الإلكتروني بيطال الإناث أكثر ب 27 مرة من الذكور، وزاد بشكل جنوني بالحجر المنزلي، وهو بيأثر على السلامة النفسية والجسدية وبيسبب قلق وإذلال وإيذاء النفس. العنف الإلكتروني في منه 5 أنواع: الترصد، وهو ملاحقة الشخص بشكل متواصل ومخيف على كل وسائل التواصل. التحرش، وهو إرسال تهديد بالتعنيف الجسدي أو الجنسي لشخص بسبب اختلافه. التنمر، وهو التشهير بشخص وإحراجه على وسائل التواصل. الانتقام الإباحي، وهو نشر صور حميمة لشخص بدون موافقته. وأخيراً تطبيقات تجميل الصور اللي بتحفظ نسخة عن صورنا وبتنشرها بدون موافقتنا. صحيح العنف الإلكتروني خطر، ولكن مش لازم يحرمنا كفتيات ونساء من حقنا باستخدام النت أو وسائل التواصل الاجتماعي. لهيك هدفنا نزيد وعينا لنعرف نتفاداه. رح خبركن كيف. تأكدوا دايماً من تحديث أدوات الخصوصية على الجوال. إذا ما بتعرفوا كيف، اسألوا شخص بتوثقوا فيه. ما تشاركوا معلوماتكم الخاصة مثل رقم هاتفكم أو عنوانكم مع حداً ما بتعرفوه. ما تخبروا أسراركم لغرباء، لأنه ممكن يستخدموا محادثاتكم ليأذوكم. ما تردوا على مكالمة فيديو أو تفتحوا رسالة بريدية من مصدر مجهول. ما تخجلوا ترفضوا دعوة صداقة من شخص غريب، واعملوا بلوك لكل حدا ما بترتاحوا له. انتبهوا من الحسابات الوهمية اللي هدفها سرقة معلوماتكم. ما تحددوا موقعكن على صوركن لتحموا حالكن من الترصد. إذا حدا ضايقكن على النت، ما تخافوا منه ولا تردوا عليه. احفظوا رسائله وبلغوا عنه لموقع التواصل المعني ولشخص بتوثقوا فيه. والأهل دوركن كمان مهم، خلوا عينكن على تحركات ولادكن على الإنترنت، وذكروهم دايماً بضرورة حماية سلامتهم على مواقع التواصل. في حال تعرضوا للعنف، قولولن ما يخافوا وما يمحوا المحادثات، لأنه بتفيد بملاحقة المعتدي. والأهم، خلي ردة فعلكن عقلانية وحسسون إنكن حدن وجاهزين لمساعدتن. بالنهاية كل شخص معرض لهالتجربة، بس طريقة التعامل معها هي اللي بتعمل كل الفرق.